طبعا الاعتداء على المنزل الاخ يوسف شفتر كان فجر اليوم الساعه الرابعه صباحا من مجموعه طبعا ميليشيا هذه اعتدت على منزل يوسف وحاولوا انهم يقضوا على المناضل يوسف شفتر وتم التصدي لهم وطبعا قتل من قتل وجرح من جرح والباقي لاذ بالفراق. وطبعا السيد يوسف انصاب برصاصه في صدره وان شاء الله يعني اموره مستقره والحمد لله صارت بسيطه والان يتلقى العلاج في احد المصحات بالوليد وان شاء الله يعني يكون بخير قريب ان شاء الله يخرج من المصحه يكون بخير ان شاء الله. والله الى حد الان ما فيش معلومات وافيه لان بالنسبه للميليشيا المهاجمه هذه طبعا يقودها واحد يدعى اسمه علي دريس بودي طبعا هذا بيقولوا ان 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 عنده ميليشيا تدعي كتيبه 166 مكلفه من قبل مجموعات حفتر والله طبعا يتبع لميليشيا حفتر هذا اعتقد لكن قتل ليله البارحه داخل البيت يعني جوا استعرب البيت طبعا ينتهك في حرمات الناس وبيوت الناس كذا استعرب الفجر الناس في حيوش في بيوتها آمنة وعائلات ونساء حرمات بيوت هذه ما فيهاش لعب وما فيهاش تهاون أي حد يحاول النفاس بحرمات البيوت ولا اعتداء على أي شخص في بيروت حيكون مصير الميليشيا اللي جت امبارح هذه بنوليد العصية والصخرة الصماء مش اللي تحطمت عليها حتى قوات الطليان وقوات الأتراك مش بنوليد لن تكون مثل بنغازي وسرت لن يكون فيها شارع زي الثاني بنوليد حتكون مقبرة للخونة والغزاة من كل من يتحاول التعدي على مدينة بنوليد وعلى أهل بنوليد حيكون مصير الميليشيا اللي جت امبارح طبعا المحاولات عدة هي من عدة أطراف يحاولوا أنهم يجيزوا بمدينة بنوليد بيوتون هذه الحروب الخاطرة طبعا الحروب هذه احنا بالنسبة لنا كمجلس بلدي مجلس استماع جهات مسؤولة داخل مدينة بنوليد رافضين الحرب هذه من البداية وكنا يعني حتى المجلس الاجتماعي قام بعدة خطوات أن يكون وساطة بين الليبيين وأنهم يحكموا الدماء بين الليبيين وأنهم الحرب هذه طبعا الحرب الليبي هذه الرابح فيها خاصة وحاول المجلس الاجتماعي عدة محاولات أنهم ينقذوا ليبيا من هالدمار ومن هالحروب اللي صايرة ومن هالتشدد الاجتماعي اللي صاير في ليبيا واللي كل يوم يزيد انقسام يزيد مشاكل ولكن يعني المحاولات كلها باءت بالفشل حصلوش استجابه من الاطراف هذه وحاولوا يعني بشتى الطرق انهم يجروا مدينه بنوليد وانهم يستفزوها وانهم يجروها للحروب هذه طبعا المجلس الاجتماعي كان بياناته واضحه من البدايه وخير دليل على ذلك يعني بيان ممكن من ثلاثه ولا اربع ايام صدر من المجلس الاجتماعي انهم رافضين حتى استقرار الميليشيات داخل بنوليد رافضين رفض تام وبنوليد رافض الحرب جمله وتفصيلا ولم تكون طرف في هذه الحرب ولم نسمح بأي وفلي أن يوجه رصاصة لتدريبه.